السلام عليكم خوتي خواتاتي، دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير، تشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله في صحة جيدة. اليوم ان شاء الله نفصل معكم واحد الفراشة راه واخا ماشي وقتها، المهم عندي انا واحد الكليانة بغاتها. هنا عندي التوب فيه 2.5 متر ودرته في العرض ديالو. هنايا هذه هي الحاشية ديالو، بحال تقول هذا هو الطول اللي فيه 2.5 متر، انا طويته هنايا على 4. هذا هنايا الطول وطويته على 4، وعندي هنايا في المنكب عندي 1.5 متر، هذا هو المنكب ديالو من هنايا حتى لتحت، عنده 1.5 متر في المنكب، طويته هنا على 4. وغادي ندير الفراشه ديالي غتكون مسدوده من الامام، غندير لها غير السطوق هنايا بالسفيفه ولا بشي دونطيل، مازال ما عرفتش شنو غندير فيها. هنا غادي نبدا نحط العبارات ديالي. اول حاجه غنخلي هاد العرض ديال هاد التوب هذا كامل. عندي هنايا الكتاف هما 21، وغنشد من هنايا فين معلم هنا 21، غنشوف شحال غيبقى لي في الكمام. يبقى لي في الكمام 41، يعني الكمام غيجيوني ناقصين، غيجيوني غير هنايا. كاين اللي كيبغي يدير الفراشه كمامها ناقصين حد هنا، وبغيت نكملهم غنزيد لهم واحد البانده صغيره باش نكمل الطول ديال الكمام. بغيتو تخليوها غير هنايا نص، تخليوها غير نص. شدو هنا الدوره ديالها 8 سنتيم، ونهبط 2 سنتيم في ديال الظهر. هنايا هذا هو التركيز ديالي، غادي نهبط هنايا 23، وهنا غادي نهبط هنايا 6 ديال السنتيم باش يجيوني الكتاف طايحين. غنهبط 6 هنا في التالي، وغنجيب المسطرة وغنشدها من هنايا من هاد الدورة العنق اللي درت 8 هنايا، غنشدها من هنا مقالة للدورة العنق لهاد فين طراسيت هنا 6 ديال السنتيم، وغنشدها هكا حتى باش راه ما غيبان لكم شو قالوا مع هاد اللوانات. صافي هنا فين علمنا 23، وغنجي هنايا للدوره ديال الصدر ديالي وغندير فيها 30. نهبط هنايا 14 ونهبط 14، غندخل 2 سنتيم على الصدر غير باش هاد الفراشه من ندير هذاك الخياطه اللي تهبط هنا تجي بحال الايفازي، ما تجيش غير هابطه نيشان. والحوض غندير تاهو فيه 30، صافي هنايا الفتحه ديالكم. هنا غندير فيها 19، وغنجيبها هكايا حيت غادي ما نخليهاش على هاد العرض ديالها من هنا، غادي نقص منها شي شويه باش ما تجينيش عريضه بزاف. هنايا غادي نجيبها هكايا ديرلها بحال اللي مقوصه شويه، ونقص منها غير واحد شويه هكايا. وهنايا غادي ندير داك الخياطه ديالي لي هاد العلامات اللي درت هنا، غادي نعلمهم تم الجهه اللي من لهيه، وغادي نصل هاد النقطه هادي مع الحوض ومع البطن لهنا للصدر. هاد العلامة اللي عندي هنا غنعلمها من الجهة الأخرى باش ملي نجي نخيطها نعرف فين هي عندي العلامة ديال الصدر مع ديال الحوض. وغندير عاود العلامة هنا دالبر، وغندير هنايا مع الحوض. دابا غنشد الطول ديالي، غنشدو هنايا على الكتف، غنضيف الطول 143، هيا فين عندي هنايا، وغنزيد 2 سنتيم ديال لوغلي. هنا فين قلت لكم غندخل شويه غندير بهاد المسطره هادي باش تجيني ساهله. كاين اللي كيبغي الفراشه عريضه بزاف ما ينقصش هادشي، خليها على عرضها
هنايا غنجي لهاد البلاصه هادي وغنطلع 24 ونجي من هنايا ندخل هنا 30 ولا ندير غير المنتصف ديال الايفازي. غنعلم بعدا الطول ديالي، نقص هنا غير هاد الحاشيه راه جاي نيشان صافي. من هاد 30 سنتيم اللي دخلت هنا من هاد النقطه هادي وغادي ندور لهنايا فين طلعت 24 وغادي نجيبها هكا دايره بيدي باش الفراشه ما تجيناش طايحه في الارض من الجناب ديالها. صافي هكا كتجي من التحت كما شفتو كتجي دايره باش ما تجيناش طايحه من الجناب. صافي هادي هي الفراشه ديالنا، راه ساهله. غادي نشدو الخياطه ديالنا نخيطوها من هنايا من هاد البلاصه هادي، نجيبو الخياطه من هنا نشدوها ونخيطوها من هنا ونجيبوها دايره صافي ونهبطو بها حتى نخرجو هنايا في التالي. هادي هي الطريقه ديال الخياطه. دابا غندوز ندير لهداك الباندات اللي قلت لكم لهنا الكمام باش ندير نكمل الطول ديالي. غنحيد هاد جهه وحده ديال الظهر، الجهه ديال الامام، هذه الدورات العمق. غنجي هنايا غنهبط 10 ندور الدورات العنق ديالي هنايا، نخرج هنا ونقص من هاد البلاصه هادي، غنقص منها 1 سنتيم. صافي هنايا غادي نجي للمنتصف ديال هذا وغادي نعلمو من جهة الوجه باش غادي نحط عليها سفيفه ولا الا كنت غندير شي دونطيل ولا نعلمو. من الاحسن نعلمو دابا باش ملي نجي نخدم ما يتلفليش المنتصف ديال الفراش. شدو نديروها في المنتصف نيشان باش ما تجيناش عوجه. صافي ونعلم هنايا واحد 30 سنتيم صافي. هذه هي الفراشه ديالنا، ان شاء الله نوريها لكم في الخياطه معكم. هذا الفراشه اللي فصلتها معكم، غادي نخيطوها، غنخيطها بالسفيفه والمذبح في هذا اللون ديال مخضر ولا بيستاش شويه مغلوق، درت على حسب هذا الخضر اللي فيها. هنا عندي هذا الكابلي ولا المذبح، كل واحد شنو كيسميه، كنقولوا له حنايا المذبح. وهذه السفيفة. دابا اول حاجة غنبدا نمونطي الكتاف هما اللوالة، نحط الكتاف هادو هما هدا الظهر، نحطو الوجه هنايا، نجيب الجهة ديال الأمام نحطها عليه، نحط الوجه عند الوجه صافي. وغندير هنايا الكتاف، الكتف عند الكتف هنايا. هذا هي الكمام، هذا هو الكمام ديالنا كما كتشوفوا. هذا ديال الامام راه كيجي ناقص على ديال الخلف على حسب داك 2 سنتيم اللي كنقصوا من هنا من الكتاف ديال الامام. هذا هي الفتحه ديال الكمام ديالنا وغادي نبدا دابا نلاقي الكتاف.